طبعا هوايه يتواصلون وياي على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى مو بس مرضى سرطان، انه اني رغم معاناتي ورغم يعني اني ظليت اصلا اجت فتره ما اشوف، واجت فتره ما امشي، واجت فتره يعني فتره كلش صعبه علي، لكن قدرت اتعداها ورجعت وخلصت دراستي، وبعد هاي المعاناه كملت دراستي وتخرجت. اكو هواي يدخلوا لي يقولوا لي انه احنا ما عشنا الظروف اللي عشتيها انت، بس انت قدرتي تخلصين دراستك وقدرتي تحققين حلمك، واحنا بسببك احنا راح ندخل نكمل دراستنا ونكمل مستقبلنا. واكو هواي من المرضى يعني انه ضروري، بما انه اني تعرضت المرض كسرطان، انه اقدم رسالتي للمقابيلي مثلا، المرضى اللي بعدهم هسه، مثلا المرضى اللي بعدهم هستهم يعني مكتشفين المرض، ضروري انه اني اكون يمهم واوصل لهم انه اني اجت فتره مريت باللي انتم مريتوا بي، وقدرت اتعدى وقدرت اتخطى، وشوفوني هاي اني قدامكم متشافيه من المرض. وحتى من اروح للمستشفى صراحه دائما احب اروح يم المرضى اللي هسهم اكتشفوا عندهم سرطان، حتى اقول لهم انه اني شوفوني اني تشافيت من المرض، وراح يجي يوم وانتم تصيرون مثلي.